مرحب بحضراتكم من جديد، وخلونا دلوقتي نروح لجامعة سوهاج وهنتابع مع بعض أجواء انطلاق امتحانات الترم الثاني والإجراءات اللي قامت بيها الجامعة لتنظيم عملية الامتحان. معانا زميلنا محمد رفعت، اتفضل يا محمد. صباح الخير يا بسنت، وصباح الخير على مشاهدينا الكرام. إذن هي امتحانات الفصل الدراسي الثاني هنا في جامعة سوهاج، والتي انطلقت اليوم وسط استعدادات وتدابير عديدة اتخذتها الجامعة لضمان سلامة سير العملية الامتحانية منذ اليوم الأول. لدينا في سوهاج أكثر من 63 ألف طالب ينتظموا اليوم في الامتحانات، موزعين على 17 كلية بالإضافة إلى معهد للتمريض. إجراءات عديدة اتخذتها الجامعة لنتعرف عليها بشكل مفصل مع الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج. أهلا بحضرتك يا دكتور، ولو تكلمنا النهاردة عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني هنا في جامعة سوهاج، أهم الاستعدادات والتدابير اللي اتخذتها الجامعة لهذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه برحب بيكم، برحب بقناتنا الجميله القناه الاولى الفضائيه المصريه، برحب بالاستاذه بسنت استاذ محمد الشاذلي. الحقيقه جامعه سوهاج النهارده بدا فيها ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للامتحانات التحريريه، حيث انتهينا من الامتحانات العمليه التي بدات في منتصف مايو بالتحديد وانتهت في 30 من مايو في ضوء التوجيهات الصادره من معالي الوزير الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على وزاره الصحه. الحقيقه جامعه سوهاج وضعت جداول امتحانيه تتوفر فيها كل الاجراءات الاحترازيه، ووضعنا جداول وزعنا فيها الكليات عاليه الكثافه بعيدا عن بعضها في امتحانات تتابعيه. بنجري الامتحانات على فترتين، الفتره الاولى بتبدا في 9 صباحا والفتره الثانيه بتبدا في 1 من بعد الظهر. ده لتوزيع ابنائنا الطلاب عشان نلتزم ان كل لجنه امتحانيه الحد الاقصى ليها 25 طالب، البعد بين الطالب والطالب على الاقل مسافه متر في كل اتجاه. كل الطلاب بيرتدوا كمامات، كل الطلاب معاهم كارت التطعيم ضد فيروس كورونا. الحقيقه احنا خلال هذه العمليه كل كليات الجامعه موزعه الى جزئين، جزء القطاع الطبي يشمل كليه الطب والتمريض والصيدله والمعهد الفني للتمريض والطب البيطري، كلهم بيؤدوا امتحانات من خلال مركز الامتحانات الإلكترونية واللي بيحتوي حاليا على 650 جهاز كمبيوتر باستخدام نظام الحاسوب، والنتيجة بتطلع فورا على الشاشة كل طالب في نهاية الامتحان. بقية الكليات ال 13 اللي بتأدي الامتحان زي ما احنا شايفين في الأماكن الطلقة الواسعة في الهواء الطلق، الحقيقة كل الامتحانات دي مميكنة، الطالب بيستخدم نظام البابل شيت في الإجابة على الأسئلة، وبيتم التصحيح من خلال ماكينات تصحيح منظومة البابل شيت. دكتور مصطفى، يمكن يعني سوهاج بيها عدد كبير من الطلاب، نتحدث هنا عن اكثر من 63 الف طالب، كان مهم يعني توزيع الطلبه بشكل يسمح بالتباعد وبشكل يسمح يعني عدم تفشي ربما فيروس كورونا او غيره. يمكن حضرتك اشرت الى جزئيه مهمه بنهتم بها جدا، احنا عندنا 4 كليات عاليه الكثافه، كلية التربية والآداب والحقوق والتجارة، الجداول الامتحانية محطوطة بحيث كليتي الآداب والتربية يتبادل الأماكن معا لا يجتمع في وقت واحد، أيضا كليتي الحقوق والتجارة يتبادل الأماكن لا يجتمع أيضا في، ده حفاظا على انخفاض الكثافة الطلابية في حرم الجامعي، وأن يكون الحد الأقصى داخل كل لجنة امتحانية 25 طالب. يعني فرد الامتحانات على حتى يوم الجمعة في جداول امتحانية في فترتين يوميا على 5 أسابيع، بداية من الأول من يونيو اليوم حتى 7 يوليو على مدى 5 أسابيع متتالية. ده إدانا فرصة إن احنا نفرد الجداول الامتحانية ونعمل على تخفيض الكثافة الطلابية داخل الحرم الجامعي أثناء أداء الامتحانات. ده مهم قوي عشان الإجراءات الاحترازية لأبنائنا إن شاء الله. دكتور مصطفى، يمكن الجامعة ليها دور مهم أيضا في عملية نقل الطلاب سواء من المدينة الجامعية أو من مدينة سوهاج الأم إلى مدينة سوهاج الجديدة، أو بالتحديد إلى الجامعة الجديدة هنا. ماذا عن هذا الاستعداد؟ يمكن في هذا الصدد انا بشكر كثيرا معالي الوزير الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار اللي ادانا فرصه في العام الدراسي الماضي ان يبقى عندنا اسطول لنقل الطلاب. احنا عندنا اسطول من الاتوبيسات المكيفه تم شراؤه من خلال الموارد الذاتيه لجامعه سوهاج، يعني رقم حوالي زاد عن 20 مليون. احنا بنبدا في عمليتنا كل يوم من 6 صباحا، زملائنا السواقين والفنيين ومسؤول التشغيل للاتوبيسات بتبقى موجوده امام المدن الجامعيه وامام المقر القديم. مش الطلاب فقط، احنا بننقل الطلاب وبننقل اعضاء
تدريس المشاركين في الإشراف على العملية الامتحانية، بننقل زمايلنا من أفراد الجهاز الإداري المشاركين في عملية الملاحظات داخل اللجان، وبتبقى الدورات مكثفة من السادسة صباحا، نستمر في النقل من المدينة القديمة إلى المقر الجديد حتى التاسعة والنصف، وكده بدأت عمليات الامتحانات كلها. بنبدأ ننقل دولة تاني للمقر القديم بعد انتهاء اللجنة الأولى في تمام الساعة 11:30 وتنتهي في الثانية 10، وننقل الموجة التانية اللي هتبدأ لجانهم الساعة 1 مباشرة، علشان وفي نهاية اليوم خالص بعد الفترتين بننقل عودة الموجة التانية، بنبدأ النقل من الساعة 3 وبننتهي في الساعة 5. دكتور مصطفى، يمكن قبل التسجيل كنت بتكلمني عن التقييم الإلكتروني للطلبة واهتمام جامعة سوهاج بهذا الشأن العام القادم. حضرتك بتقول ان 100% من امتحانات الجامعه هتكون الكترونيه، ماذا عن هذا الشان وازاي استعادت الجامعه لهذه الامتحانات؟ مره ثالثه بشكر معالي الوزير الدكتور خالد عبد الغفار، كان في المجلس الاعلى للجامعات الاخير واللي احتضنت وجامعه بنها من خلال مقرها في مدينه العبور. تم توزيع الاستحقاقات للجامعات المصريه. احنا الاستحقاق الاول لمقر الامتحانات الالكترونيه جامعه سوهاج كان نصيبها منه 630 جهاز، الان بيأدي عليها كل ابناء القطاع الطبي امتحاناتهم. مع بداية العام الدراسي القادم إن شاء الله هيصلنا 4000 جهاز في نهاية شهر يونيو القادم، و1500 جهاز في شهر سبتمبر، ده استحقاق تاني للجامعة 5500 جهاز. ال 4000 جهاز أعدنا لهم مقر هنا في المقر الجديد، مكون من مبنى من دور أرضي وأربع أدوار علوية، هيستوعب ال 4000 جهاز، بنعد لهم البنية التحتية الآن. وأيضا في المقر القديم عدينا مقر الاستيعاب ال 1500 جهاز، عشان يبقى أبناء القطاع الطبي بيأدوا امتحاناتهم كاملة في المقر القديم، وباقي الكليات مع بداية العام الدراسي القادم هيأدوا كل امتحاناتهم الرقمية على مركز الامتحانات الرقمية. هيبقى وداعا للكنترولات، وداعا للطباعة، وداعا للأحبار، وداعا حتى يعني ما بنعوز حتى لجان إشراف، لأن الامتحانات الإلكترونية كل طالب بيبقى قاعد على جهاز الامتحان اللي جنبه على يمينه وعلى شماله، مختلف تماما المحتوى بتاعه عن الطالب نفسه، وبالتالي ما فيش فرصة للغش، ما فيش لجان تظلمات، ما فيش حاجة اسمها تسريب امتحانات ولا حاجة. الطالب بيفتح الامتحان بنفسه وبيغلق الامتحان، بتطلع له النتيجة على الشاشة فورا وهو قاعد داخل مقر الامتحان. دكتور مصطفى، كنت بتتكلم عن محاذير للعملية الانتخابية الامتحانية عفوا داخل اللجان فيما يخص الطلاب، وأيضا هناك تعليمات كانت لوضع الأسئلة الامتحانية، لو تكلمنا عن هذا الشأن. يعني يمكن في آخر مجلس جامعة عقد السادة العمداء كانوا معانا والتزمنا جميعا واتفقنا على أن نلتزم بما تم شرحه للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني واللي كان مدته 16 أسبوع، وده تم بالفعل في الامتحانات العملية، التزام كامل بما وضع في المنهج وتم شرحه للطلاب. أيضا في الامتحانات النظرية اللي هتبدأ النهاردة أو بدأنا فيها فعلا النهارده، اي اسئله جايه من ما تم شرحه للطلاب، بنلتزم بعدد الاسئله يتسق مع الوقت الممنوح للطالب لاداء الاجابه، بنلتزم ان احنا يعني نصحح بدري، ما ننتظرش لغايه نهايه الامتحانات. المقرر اللي هيخلص النهارده هيخش على البابل شيت ماشين النهارده ويتصحح ويترصد في الكنترول، علشان بعد نهايه الامتحان مباشره لاي كليه بنعلن النتيجه في الاسبوع الاول بعد نهايه الامتحان. يمكن احنا شايفين على بعد امتار من هذا المكان هناك تمركز طبي تابع للجامعه، لو تكلمنا عن دوره داخل بقى اللجان ايه؟ ضمن التنسيق اجتمعنا من الاداره العامه للشؤون الطبيه، عندنا 34 طبيب وطبيبه، وعندنا جهاز تمريضي. الجهاز التمريضي واقف على ابواب مقرات الجامعه بالكواشف الحراريه، بيتاكد ان كل ابنائنا الطلاب وهم داخلين بحرارتهم طبيعيه، ما فيش اي حاجه، كل الناس لابسه الكمامه، كل الناس معاها كارت التطعيم. في داخل المقرات كل الاطباء منتشرين في اللجان، ان شاء الله يعني تعدي الامور سليمه، لكن اي حد من ابنائنا بيشكو من اي اعراض الطبيب موجود ويتعامل مع الحاله فورا ويقيمها، وكل الاحتمالات موجوده عندنا في سيارات اسعاف متمركزه في المقر الجديد وفي المقر القديم. المستشفيات الجامعيه عندها فكره، المدير التنفيذي مجهز نفسه باماكن لعلاج الطلاب، لا سمح الله لو في حاجه لذلك بننقل الطالب فورا لمقر المستشفى الجامعي. شكرا جدا يا فندم، بشكر حضرتك، بشكر التلفزيون المصري في ظل الجمهوريه الجديده. شكرا يا فندم. إذن بسنت، هكذا كانت الصورة هنا في جامعة سوهاج، هناك استعدادات وتدابير عديدة اتخذتها الجامعة لضمان سير العملية الامتحانية في سهولة ويسر. إليكم الكلمة. كل الشكر ليك يا محمد ولضيفك الكريم، وبالتوفيق للطلبة واللي جاي في جامعة سوهاج.